بلا تشوفوا هاد الكوزينه انا مع ساره شفتها فوجت عليا ومع داك المنظر تما. يا سلام غنوريكم دابا. شوفوا البنات هنا كيفاش واعره حمقتني. الله يعطيها الله يعطي. دابا هاد الشونتيو هادو كيخليك تقولي ما كرهتش انا تكون عندي داري ما كرهتش. شوفوا البنات شوفوا على منظر شوفوا على منظر البنات شحال فن. شوفوا تخيل تكون عندك هكا المنظر مع كوزينه. واو شوفوا كيفاش البنات كتجي فن زوينه فن يعجبوني انايا. صافي واش شحال الاسمنه ديالها ونشوف انتوما بصرا خدمه التوصيل ب 100 درهم كيوصلوا لكم حاجه ب 100 درهم. هذا البنات لاباو داير 2350 درهم. وهذا البنات ثاني كوزينه اخرى كما كتشوفوا هذه حتى هي فن عجبتني حتى هي صراحه البنات شي حاجه زوينه دايره البنات 3350 درهم. هادو هما البنات اللي شفنا قبيله الشو اللي قلت لكم دايرين ما عقلتش الثمن ديالهم. هادشي ما تراهاش شونتيو كيحطوك زعما كيوريك الكوزينه كيفاش دايره ماشي زعما هادشي غتشري معاه. راه كتاخذي انتيا غير فران كتاخذي مثلا انتيا غير بلاكارات بحال هكدا فهذا ما كان. هاد الكوزينه البنات هي زوينه وانا شوفوا كيفاش الشكل ديالها داير. شوفوا تخيلوا البنات غير هذا بوحدو داير 119 درهم. هذا الروبيني بوحدو واقيلا مع لابابو ديالو داير 2850 درهم. شفتوا هذاك الشيء الصراحه زوين. هانتوما البنات هذا الفران هذا المهم كل حاجه المهم شوف دايره 525 درهم. هذه بوحدها دايره 10000 ريال تقريبا. هذه دايره 599 درهم. صافي هذا مكان البنات. هانتوما هادو هما اللي كان البنات كتعلقوا هكا في سميتو في البالكون البالكون. هذا ديال السق البنات ما فيهش الثمن ديالو. هاد الزره ديال 245 درهم البنات. هذه وهنا ان شاء الله غنشارك معكم البنات الموينات اي حاجه. المهم هذا البنات داير 299 درهم. هذا البنات داير 299 درهم. هذا البنات دايرين 99 درهم تقريبا 200 درهم البنات. هذا البنات يا اسراء هذا البنات دايرين 49 درهم. شفتوا كتصفي بهم شي حاجه بحال هكذا. طلع شحال من حاجه هادو ما شحال دايرين باش نشوف. ما معلقينش الثمن ديال ما معلقينش الثمن ديالهم. هادو 79 درهم. هما البنات كاينين دوك القطاقه ديال الخيزو كاين شحال الطراب شحال الحوايج. هادشي هادو البنات ما عرفتش الثمن. نشوف ما حطيتش الثمن ديال هادو. لا هادو البنات داينا البنات 26 درهم. واش واش مجموعه ولا غير الوحده ب 26 درهم ما عرفتش والله ما عرفتش. هادو 55 واقيلا جوج ب 55 درهم. البنات ها هو اللي بغيت نقسم ندير ديك الدار باش يلاه يلاه نتكافى يلاه نشقى على خاطري موت انا قايل فين ما هربت نهرب به. شتي البنات داير 2950 درهم. ما كاين لا بني لا عدب. عاودوني تعيق عليكم تما كاين غير البلوكات والشقا والنقا تما والحدايا ان شاء الله. هو الصراحه وطق طق وداك الشيء نصدمكم يا البنات. هادو البنات راكم عارفينهم كساكس البنات ديال السيليكون دايرين 399 درهم. شفتوا دايرين 399 درهم. هادو البنات راكم عارفينهم المهم دوك كيتحطوا فوق تحطهم فوق الكوزينه بحال هكا دايرين 129 درهم. هما البنات راه كاين شي لا حوايج لا ما يتخاد. هادو البنات دايرين 69 درهم كل حاجه والثمن ديالها فهمتوا حيت ما يمكنش غادي كل حاجه كل وحده وتحكي كل حاجه وثمنها. هادي البنات دايره 85 درهم. هادو البنات ديال المهم ما عرفتش هادو بشحال دايرين ما عرفتش كاين شي حاجه ما كيحطوش فيها الثمن صراحه شي حاجه حط 35 انا واقيلا 35 هادو ب 35 هادو. شفتو البنات هادو زويونين تاهما حمقوني شوفو كدايرين. هادو البنات دايرين 69 درهم وهادو شفتو دايرين 39 درهم. يلا عطرية شو واخا ماما بلاتي انا جاية بلاتي نسالي. البنات هادو دايرين 249 درهم. شفتو
وهادو بلاتي نشوف لكم هادو دايرين ما عرفتش والله ما عرفت هادو شحال دايرين ما عرفتش الثمن ديال هادو هادو دايرين 75 درهم شنو 75 درهم حتى المعينات فيها الصراحه اكيه فيها حتى المعينات فيها الشلاح تشوفوا هادو زوين هادو دير فيهم غاطان دير فيهم شحال من حاجه دايرين 39 درهم و حتى كيتسدوا البنات خباركم حيت سولت هي قال لي كيطيبوا فيهم وداكشي كيشوفوا البنات الثمن ديالهم ما عرفتش الثمن الثمن غبوا مني قلت لكم 49 وكاينه 39 هانتوما 39 و 49 الصغار الكبار ب 49 والصغار ب 39 هاد الكوزينه البنات كلها بالخشب صراحه فنه كلها بالخشب كلها تخيلوا ديكورها كلها بالخشب هادوك هانتوما بلاصه فين تخشي مثلا السبيراتور وتخزن داكشي ديالك هادو ديال الحوايج البنات شوفوا كلشي البنات بالخشب شوفوا منظر الصراحه الشكل زويون هي خصكم تحذيو من العافيه الا كانت كلها بالخشب شويه كتكون شوفوا البنات ملي كتجبدي كل حاجه كتشعل بالضو شتو حيدي هانتوما دابا غنحل هذا غيتشعل بالضو شتو هذا هو اصلا السيستيم ديالنا ماما السيستيم ديال الضو باش حتى الا كان مثلا ظلام لا هذا ما فيهش البنات البنات شوف غير ديك الالعاب اجي دابا اي دري صغير هذه هي حلمو ياك شوف شحال دايره دايره 999 درهم دابا تخيلوا اسراء ناخذها راه زعما شوفي صافي شنو هي هذه الميكرو اوندا اسراء هذه البوطه هادشي جات كتجري جات كتجري جيبي لنا اختي فينا الجوع يلا قات لنا الجوع يلا يجعل شي براك يلا تعالي تكبري وشريها ولعبي بها يلا تعالي يلا براك يلا جبتي لي هاد الكوزينه جابتني البنات هاد الكوزينه حتى هي زوينه جرجراتني بحال هكا وليت حطيها لي حدا باش ما يصدعكش في الكوزينه هاد السالمون ديال البنات دايره 200 غطبله بوحدي دايره 200 2000 و واو ما عرفتش المهم ما عرفتش الثمن ديال هادي شوفوا الشكل ديالها كيفاش دايره البنات شكلها زويون انا جاي ديال الدراري الصغار ديري في بيت الدراري الصغار باش شوف ديرها 249 درهم شتو زوينه صافي هنا المهم ان شاء الله غنشارك معكم البنات هاد البلاكارات بحال هكذا هما بحال مجوره المهم كل واحد كيفاش البنات كيستعملهم هما البنات شكلهم زوين والصراحه ثمن مناسبه البنات كاين 500 درهم كاين لي كوافوز راكم عارفين ديال هكا وحده بيت النعاس انت كتوظفيهم كما بغيتي انت انت واشنو حبيتي فالمهم كاين البنات شحال من حاجه هاد الشمعه البنات ريحته زوينه وغير ب 15 درهم زعما رخيص ريحته زوينه بحال هكا اللي بغات تعطر الحمام ديالها اللي بغات مثلا تزوق انتك الحمام ديالها المهم راه اللي بغيتوها كاينه وصراحه الشكيلات ديالها زوينه اسراء خدات وحده قالت خديها ليا قلت لها لا حدا حنا ما يمكنش ناخذو لان اصلا بلا شنو نقول لكم لاش غتاخدي الحاجه وانت ما عندكش فين غتوظفيها في الدار خاص تاخديها في شي بلاصه فاش تكون عندك دار زوينه تكوني صافي تكون دارك فهمتوا شنو بغيت نقصد لكم
فهذا البلوط اللي كيخلي يمنعني انني كاع ناخذ شي حاجه، ولا بقيت ناخذ شي حاجه كما حتى نتوما كتنصحوني دنيا ما كاينش انك تاخذي لانك ماشي دارك وصافي قضي باللي عندك. فهنا خواتي جيت كنشوف البلاكارات ديال الدراري الصغار، صراحه البنات هنا كاين اختصاصين غير في البلاكارات ديال هكا ديال لي بيبي وديال قد بنتي اسراء، شي واحد يلاه مزيود، المهم لي بلاكار كاع ديال الدراري الصغار فين كتجمعوا لهم الالعاب ديالهم، بيت النعاس ديال الاطفال كما شفتوا البنات. فانا بركت في واحد البيت النعاس صراحه بركت في واحد البيت النعاس راه عييت، ضروني رجليا مع واحد الصنداله وبركت. شوف يلا طيبي طيبي لينا، قولي للبنات قولي لهم تعالوا مرحبا بكم اليوم عندي. مرحبا بكم عندنا، طيب لكم اي حاجه لا طيبه صافي طيبين الغدا اليوم، راه سخفنا بالجوع. اسراء عرفتي البنات جات لي دات لي حاله قالت كذابه وغسلت المعنى صاحبتي اويلي كون دابا انا جاتني الغدا بغيت نغسلهم ونستف اختي الدنيا ونقاد الحاله. يلا 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 بيني ليا اختي هاد الكوزين اللي عند اسراء ما كايناش عندي انا. يلا شوفوا البنات دابا شوفوا، يلا بقاي البنات طيبين البنات بقاي اسراء طيبين شارك مع البنات داكشي اللي باقي. شوفوا باش هاد المخدات هادو دايرين 149 درهم، هاد المخدات البنات دايرين 189 درهم الصراحه رطبين ان شاء الله. ما كاين انت دريه صغيره دايره هذيك في عنقك ستين بالضحك. هنايا ماشي دابا حتى المرة الأخرى ونجيو ناخدوها. أول مرة نجي البنات لهنايا، شوفها إسراء هذا الفيل زويون. شوف حيدي حيدي نشوف 49 درهم البنات هاد المخدات هاكا لبنيتاتكم هاكا، هادو البنات دايرين 149 درهم شتو، هادو دايرين 199 هادو 4000 ريال البنات الوحدة شتو، ما شاء الله ما شاء الله 269 درهم شتو. أنا بنات كاين بزاف د الحوايج لي هما زوينين، هادو دايرين 149 شتو معاهم 149 درهم ديال باندا باندا. شوفو البنات هاد لي كوفو باندا هادو كاين دايرين 55 درهم هما شتو، والكبار دايرين والمعادش الصغار دايرين 55 درهم شتو. رصاي بلاتي لا بزاف كنشوف بزاف البنات عندهم سوا هادو سوا دوك لي كتحط فيهم كتحط فيهم دوك اوني كتحط فيهم داكشي ديال الكوزينة شتو، غير هادو هادوك تحط فيهم قلا وريضات بحال هكدا ولا شي حاجة. هاد السويعات هادو كيما شتو ديال كياتهم زوينين. المهم البنات يلا رجعت لكم، كنا لداخل احنا دخلنا احنا من يلا دابا خرجنا غرقنا تخيل دابا يلا خرجنا دابا راه كيأذن العصر. فالصراحه البنات داكشي قلت لكم زوين في ايكيا زعما اول مره غنجي ليها عجباتني، كنتفرج في القنوات كيديروا بحال هكا جوله في ايكيا وداكشي، ولكن الصراحه راه عنده الصراحه فيها ما يتشاف فيها ما تاخذي فيها وفيها الاثمنه اللي هي قلت لكم البنات المهم فيها الرخيص وفيها الغالي. المهم البنات صافي قلت لكم فيها داكشي الغالي وفيها الرخيص، فالواحد اللي عنده مثلا شويه الفلوس راه ياخذ، اللي عنده بزاف ديال الفلوس راه ياخذ. ايوا هنا ان شاء الله غادي نقول لكم بالسلام عليكم ان شاء الله حتى الفيديو الجاي. المهم لا خرجت ثاني لا صورت شي حاجه، انا غنبدا معكم فيديو بنفس هاد الحوايج باش ما تقولوش ليا لابساهم في نفس النهار، نقدر نكون نصور جوج فيديوهات في النهار ولا ثلاثه وصافي. هذا ما كان، ديروا لايك لهذا الفيديو، ديروا لايك كثروا لي اللايك لهذا الفيديو. فهاد الفيديو باش نقسمه لكم على جوج لانه طويل بزاف بزاف، ما نقدرش ندير لكم فيديو طويل بزاف في القناه، غندير لكم على جوج. وهذا ما كان، غنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. غادي يكون هذا غيكون تابع واحد اخر حتى هو بحاله، ولكن فيه ثاني كل حاجه وبوحدها، وداك الشيء البنات زوين ما تفلتوش حتى شي حاجه، ما تزربوش الفيديو، راه كنشوف فيكم ها انتم وانا حاضيكم. يلا باي باي.